اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. كل سنه وحضراتكم بخير، كل سنه والشعب المصري بخير وسلام، وربنا يحفظه ويحميه يا رب. كل سنه وكل الامه الاسلاميه بخير وسلام، كل سنه وكل اللي بيتابع التلفزيون المصري والقناه الاولى في انحاء العالم بخير وسلام. عيد الفطر في مبارك زي ما بنقول، رمضان في مصر حاجه تانيه، كمان العيد في مصر حاجه تانيه، والسر في التفاصيل. على القناه الاولى العيد حاجه تانيه، ان احنا بدانا النهارده اول ايام العيد بالرنجه والفسيخ والسلم والمخلل، وافكار للرنجه كتيره قوي، ولكن هي في الاساس رنجه. سمكه الرنجه دي سمكه عزيزه بتيجي مستورده، لها طرق تخمير وطرق طهي مختلفه شويه. السمكه الوحيده اللي بتستوي لا من لا نار ولا جريلا، تستوي بالدخان بتاع النار، وحسب نوعيه الخشب بيختلف سعر حبايه الرنجه او الكيلو الرنجه. الخشب هنا المدخن او الدخان بتاعه اللي بيسوي الرنجه، ايه نوعيته، هو ده الغلو بتاعها. ولكن هي سمكه واحده بتيجي من النرويج، من اسكتلندا، من هولندا، مصدرها البلاد دي. تعالوا مع بعض النهارده نعملها بافكار كتيره مميزه. انا عندي اطفال، والاطفال دايما هم طبعا حبايبنا، دايما يحسوا بالعيد وبنولد جواهم ونطرز جواهم العيد ازاي، وعيد الفطر المبارك وصله الرحم، ونعيد على بعضينا ونخليهم يفطروا معانا ويتغدوا معانا. فنعمل لهم بيتزاية حلوه كده بالرنجه، ايه رايكم؟ هتاخد برضو جبنه موزاريلا، وتاخد زيتون، وهتاخد فليفر من الخضار، وحاجات جميله جدا. الرغيف الحواوشي بتاعنا بالرنجه فكره الشيف المغازي، وبيدرسوها دلوقتي ازاي نعمل الحواوشي الصغير المحرمش، يعني في فلفل حار وفي سبايسي شويه، ويسويه على الجريلا او في الفرن. هنعمل كمان فسيخ النهارده اللي انا مش بحبه، ولكن مخرجنا الجميل عاشق له، بيقول لك فطرني وغديني فسيخ. الفسيخ هنا ده اخري فيه صراحه، وانا ما اقدرش امد ايدي فيه، انا بتكلم الصراحه، وحضراتكم من يوم ما شفتوني على التلفزيون وانا بقول انا ما بحبش الفسيخ، ولكن انا عاشق للرنجه. حلو الكلام. ومعانا سلمون النهارده برضو، انا خللته بملح وسكر وليمون وزيت زيتون، وبتخلل معانا زي الفل. هنعمله سندوتش او نقدمه ابيتايزر كده لطيف وحلو. السلمون كده كده مش محتاج، يعني ممكن الواحد ياكله كده مع تخليليه، مع خيار مخلل، مع طماطم، زي ما احنا عايزين. ولكن السلطه الخضراء مهمه جدا كمان علشان نقدمها مع السفره بتاعتنا، لان السفره كمان مهمه يكون عليها طبق سلطه خضراء لطيف وجميل. ولكن السفره دي عدلها حاجه واحده، طبق فروت سلط. لازم نكسر من الفواكه والخضار، ناكل رنجه، ناكل فسيخ، ناكل ملوحه، لازم تكون على السفره بتاعتك زي ما حضراتكم شايفين كده تشكيله من الخضار. واحنا في ايام الربيع الحمد لله، انا هعمل فروت سلط حلو كده بالعسل، برتقال، وكل انواع الفواكه، وطبق حلو نحل بيه. خلونا نطلع فاصل صغير، لان في تفاصيل كتيره النهارده، وعيد الفطر المبارك معانا على القناه الاولى مميز ومختلف وله اسرار وله تفاصيل، وهنرجع تاني لحضراتكم بمفاجات عن الرنجه وعن الفسيخ وعن السلمون والافكار الجديده اللي بتعجب الأطفال والكبار. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. عايز اعمل حواوشي رنجة. العب حواوشي رنجة. تعالى انا مجهز شوية، وتعالوا نشوف ازاي نعمل حواوشي رنجة تعمليه لأولادك والأطفال الحلوين، ايه رأيك؟ هنجيب بولة زي دي كده معنا، وتقطع فيها رنجة، شوية رنجة زي دول كده، وبطروخ الرنجة اهو، ادي الرنجه بنقطعها صغير كده، الحواوشي ونقطعه كده بالسكينه اهي اهي بالشكل ده كده. لما تيجي تعملي حواوشي الرنجه التقطيعه دي مهمه، وننزل بقى هنا كده، وننزل بصلايه ناعمه، اللهم صل على النبي، شويه خضره، الخضره دي ممكن تكون بقدونس حلو كده، حلو الحاجه اللي هي مش عايزه سوا كتير، سنه شبت صغيره عشان البصل اللي جوه الرنجه ده كده اهو. شوف الحته اللي جايه بقى دي كده، الحته اللي جايه مكعبين من الزبده، مكعبين من الزبده اهو، فصصوه كده، ونقلب الخليط ده كله يا عم الشيف جوه الرنجه نقلبه، ما تحطيش زيت اهو. مكعب زبده، ليه مكعب زبده يا شيف غاز حطيت؟ حد سالني السؤال ده. مكعب الزبده مع الرنجه مع البصلايه اللي انا حاططها والجو ده كده، مع تحميصه الرغيف العيش، هي المكعب الزبده هيطرلك اللقمه. وناخد العيش بتاعنا ده كده، نشيل الرنجه دي كده هنا، ونوسع الدنيا اهو عشان الدنيا تبقى رايقه معانا. وعلى نفس البلانش انا شغال رنجه اهو، حد يقول لي غير البلانش اهو اهو. ادي الخبزه وادي الخبزه، اللهم صل على النبي اهو. حصريا وحقوق الطبع لدينا وبس، ازاي نعمل حواوشي رنجه
النهارده مهرجان الرنجه اهو، بحط هنا كده مكعب الزبده هنا عامل شغل. هي دي التركايه، هي دي التفاصيل اهو، يسيح بقى مع الرنجه دي ما اقولكيش اهو. بطروخ الرنجه هنا عامل عمايله اهو، شفت الحواوشي بتاع الرنجه اهو، ونفس القصه ممكن تحط عيش بلدي. انا جايب عيش شبه صغير صراحه، دورت على البلدي قال لك لسه الفرن ما اشتغلتش اهو. النهارده ليه في حاجه كده ظاهره بلاقيها يوم العيد، تلاقي السوبر ماركت قافل الفرن. ليه يا اخوانا ليه؟ ليه ما نعيد على الناس والزبون يعيد علينا الصبح؟ صباح الخير يا ابو فلان، صباح الخير يا حاج، كل سنه وانت طيب. الجو ده اهو، نحط اللقمه كده، العب اهو كده اهو اهو، حواوش الرنجه اهو اهو، اللهم صل على النبي اهو كده. عملت خمس ترغيفه زي الفل اهو، زي الفل تمام. وعندي هنا كمان شويه اهو، هنوزع رنجه وحواوش الرنجه على كل حبايبنا وضيوفنا. درجه حراره الفرن عندي كام؟ هنحطه على الجريلا هنا، نبص على الجريلا ايه اخبار الجريلا، سخنه معايا، بنحط فيها شويه زيت صغيرين معانا هنا. صباح الفل اهو، الله الله على التفاصيل، الله ينور يا زيزو، كل سنه طيب اهو. حلو الكلام، ناخد الحواوشي بتاعنا، اللهم صل على النبي اهو اهو اهو، الله الله اهو. يلا حواوشي رنجه وحقوق الطبع لدينا وبس اهو اهو. يلا خليهم دول كده على جنب يستووا. طيب خلصنا من حواوشي الرنجه، نخش على اللي بعده. ايه اللي بعده يا شيف؟ نخلي دول كده معانا، التفاصيل دي نخليها معانا كده عشان اللي جاي متاخر اهو. زي الفل تمام، نروق الدنيا وهنخش على حاجه مهمه جدا. مقادير الحواوشي على الشاشه، ايه الحلاوه دي؟ ايه الصوره الحلوه دي؟ مقادير الحواوشي: رنجه، بصله، فلفل حار وحسب الرغبه، عصره ليمون حلوه لطيفه حلوه كده، وكمان قرن فلفل، وكما تنسيش شويه زيت ومكعب زبده في الخلطه بتاعه الرنجه. طيب انا عايز اعمل النهارده نعمين. نطلع فاصل؟ طيب خلاص نطلع فاصل، النهارده العيد لازم نسمع الكلام عشان ناخد المصروف. جاهز بالمصروف يا شفيق؟ هاخد بعضينا وناخد فاصل صغير. عندي بيتزايا في الفرن بالرنجه، عندي حواوشي رنجه على النار، هنرجع ونعمل طبقه فته جامد جدا. وقولوا معايا وانا واخد الفاصل كده: حقوق الطبع لدينا وبس، والابداع لدينا وبس على شاشه القناه الاولى، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، طلعنا شويه حواوشي حلوين اللي كنا بنحمرهم مع بعض، مخرجنا الجميل هيجيبهم لنا زي الفل. متزينين مثلا ببصل اخضر، حواوشي، عود جرجير حلو اخضر حلو كده زي الفل اهو، ده الطبيعي. انا هحب البصل الاخضر يتقطع من النص كده، خلي بالك تغسلي ما بين العروق بعضيها اهو. ده عدل الحواوشي بتاعنا الحلو ده كده، زي طبق الفول يعني اهو، بصل اخضر جنبيه كده زي الفل، وطبق حلو جديد الاولاد يقبلوا عليه بكل حب. ايه الاخبار الحواوشي اللي في الفرن؟ اللهم صل على النبي، نطلع على الفرن خلاص استوى كمان، عندنا شويه حواوشي حلوين. عايز اعمل دلوقتي مع حضراتكم كده ازاي نعمل فته يوم العيد. يعني العيد لا يخلو من الفته، بس مع الشيف المغازي الفته النهارده مختلفه. هتبقى الحواوشي ده ايه؟ اهو هنا اهو، برص اهوت زي الفل. الله الله، شيله كده اهو كده، اسقطه هنا كده اهو. حواوشي حلو، طلع اللقمه متحمصه اهي، فله، اللهم صل على النبي. خلي بالك مهم جدا وانت بتعملي الحواوشي ده، زيت الزيتون يكون متواجد عندك. ننزل بالصوص ده كده عليها، ادي رغيف الحواوشي بتاعنا بشكل حلو زي الفل. الف هنا وشفا.